النقطة التي تليها مواقع أو شبكات مواقع التواصل الاجتماعية، ولعلنا تحدثنا عن هذا الموضوع في هذا الجامع الطاهر الطهور المطهر في الفترات الماضية. في يوم من الأيام تواصل شاب عمره 28 سنة، تواصل مع طفل عمره كم؟ 10 سنوات. كم الفرق بينهم؟ 18 سنة أو 20 سنة. هذاك عمره 28، هذا عمره 10، كم؟ 20 سنة تقريبا. هذا الطفل عنده هاتف متنقل في واتساب، والأب معطينا الخيط المخيط، معطينا الحرية. يوم الأيام شبك الاتصال بين الطفل وبين الشاب في موضوع معين، ودارت بينهم الاتصالات وتناقل الصور والدردشات والرسائل، إلى أن قرر ذلك الشاب أن يقطع مسافة 100 كيلومتر حتى يزور من؟ حتى يزور الطفل. فقطع 100 كيلومتر، وصل إلى بيت ذلك الطفل واتصل، قال أنا عند باب البيت، وجاء الطفل. هذا لما ما يكون هناك توجيه من قبل الوالدين، يا ولدي لا تطلع مع الناس الغريبين، ولا تطلع من البيت دون استئذان، ما فيه. خرج وركب السيارة، وعندما توارت السيارة عن أنظار المنطقة حس الطفل أن في الموضوع ويش؟ ها؟ الموضوع في إن. فتح باب السيارة، وقبل أن يفتح باب السيارة تفاجأ قائد السيارة الشاب هذا، تفاجأ عند شاب آخر جاي معه فوق، راكب في الدبة، راكب في السيت الخلفي، ما عارفه وين. لما الطفل شاف أن هذا الموضوع فيه كذا، فتح الباب ودقها ويش؟ كما يقول دقها شردة شرد طار، هرب. وشوف كيف هذا من مخلفات شبكات التواصل الاجتماعي. أصبح الواتساب يعني وسيلة سهلة في متناول الجميع بلا استثناء.